أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مساء اليوم اتصالا هاتفيا بمحافظ مأرب اللواء الشيخ سلطان العرادة، اطلع خلاله على الأوضاع الخدمية والأمنية في المحافظة. وأدان بن دغر ما شهدته المحافظة اليوم من اعتداءات على الأجهزة الأمنية في بوابة المحافظة، والذي أدى إلى استشهاد جندي وجرح آخرين، كما عبر على ضرورة احترام القرارات الدستورية والقانونية والقبول بالآخر وعدم انتهاج سياسات الإقصاء أو التهميش بما يضمن العيش في وطن حر تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة. وأكد رئيس الوزراء أن الدستور كفل للجميع التعبير بالطرق السلمية وجرم حمل السلاح والاعتداء على الآخرين، موجها بتشكيل لجنة للتحقيق وتقديم المتسببين في الحادث إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث. وأشار بن دغر إلى أن مأرب احتضنت كافة أبناء الوطن دون استثناء، ولم تميز بين ألوانهم أو انتماءاتهم الحزبية والسياسية، وهذه هي العادات والتقاليد الأصيلة التي يعرف بها كافة أبناء اليمن عموما. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل كافة مؤسسات الدولة بما فيها النيابات العامة والمحاكم والمضي نحو تحسين مستوى الخدمات، مشيدا بالجهود التي يبذلها المحافظ والسلطة المحلية بالتعاون مع المخلصين من أبناء مأرب الأوفياء. كما أشار إلى أن الحكومة لن تسمح لأي شخص بالعبث بأمن واستقرار الوطن والمواطن وإرباك السكينة العامة، وستواصل في ذات الوقت عملية البناء في كافة مؤسسات الدولة. وقال الدكتور بن دغر: ما زلنا اليوم نواجه عدوا ما زال خطره قائم، ومعركتنا الرئيسية والأولى ضد الحوثي وصالح، لأنهما اللذين قتلوا أبناء شعبنا اليمني وشردوا أبنائه، ولا مجال اليوم لأي انحراف عن مسار هذا الطريق، طريق استعادة الدولة.